هلا يا هلا في كل وافي وكل من له قلب صافي. هلا فيكم تزين القوافي يا هلا البزنس كفو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير أعضاءنا ومشاهدينا الكرام وجمهورنا الكريم. صباح جميل ويوم جميل وهواء عليل ولقاء بهالوجيه الجميلة. أسعد الله صباحكم جميعا. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في جنته. آمين. هذا اليوم الجميل التقينا ما شاء الله بأبو صالح ما شاء الله عمدة المجلس، كذلك بشيخنا الكريم، فحقيقة سررنا بهذا الشيء. وخير ما نبدأ به قبل ما نبدأ بأي كلام كلام الله سبحانه وتعالى، فإن شاء الله نسمع إن شاء الله من الشيخ إن شاء الله آيات من الذكر الحكيم. ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدهم بالدنيا والدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما هل لك زرار؟ لا ترتكي عليه. ابدأ من جديد. إيه. تمام؟ بسم الله. يمكن المايك نفسه. طيب غير ال طيب غير المايك، يمكن المايك مشكله، غير المايك منك. يلا طيب خذ لك مايك منك. مشاهدينا الكرام، ثواني ثواني وان شاء الله نسمع من الشيخ ان شاء الله كلام الله سبحانه وتعالى آيات من الذكر الحكيم. فكلنا محتاجين لذكر الله سبحانه وتعالى، لسماع ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ترق القلوب، لأن كل شيء له دواء وكل شيء له علاج، وعلاج القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى. فكلما يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى تنى القلوب. القلوب مثل ما يقولون البدو مثل الشنانة اليابسة. الشنانة اليابسة. الشنانة اليابسة اللي هي السعن اليابس اللي مصنوع من الجلد، إذا صار تبي تحط فيها سواء لبن سواء سمن هو يابس وتفك تكسر، لكن لا ضعف في ماء وتراه بيطفح فوق. الله حط عليه حصاه وخليه ينزل، واليوم انه نزل تحت وتلين وصار لين انتفعت به، حطيت فيها لبن، حطيت فيه سمن، حطيت فيه عسل، حطيت فيه اللي تحط فيه، فيلين هذا. فالقلب مثله، لازم كل ما لازم تلينه دايم، ولا يبقى يابس وجاسي ويصير ما يسمع لا سمع ذكر الله عز وجل، ما يعني ما يرتاح. كما ذكرت إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فإن شاء الله نسمع إن شاء الله من الشيخ